know my team and I know that أعرف لاعبي فريقي ونفسياتهم التي شحنت بالرغبة في الفوز منذ 6 أيام مضت، خاصة بعد أن هزمتنا مدغشقر في مباراة لم تكن لنهزم فيها، واستخلصنا منها التواضع والتحفيز. وبعد أن انتقلنا إلى المرحلة التالية، لا نريد أن نكرر فوزنا في الجابون 3 مباريات على التوالي وخسارتنا الأخيرة هناك، وما يهمنا هو الحفاظ على روح الفريق المتماسك والمقدم على الفوز بخطى ثابتة. انتابنا شعور قوي أن المباراة كانت بمثابة مباراة النهائي، وسيطر على المباراة واللاعبين جوا شبه جنوني. كان الفوز عظيما رغم أن المباراة كانت شاقة منذ لحظاتها الأولى، ولكننا تمسكنا ولم نفقد صوابنا وتمكننا من السيطرة على الكرة أكثر من الخصم وتحملنا الضغوط، مما أثمر عن نتائج قوية في الشوط الثاني بأهداف متتالية أشبعت نفسيتنا. وكان أداء الجميع رائع حتى من حارس المرمى الباسل. بدأت نيجيريا المباراة بهجوم مكثف وتحولنا إلى الهجوم بعد الهدف الأول، ثم جاء الشوط الثاني ولعبنا بأسلوب الترقب لحركات وتنقلات الكرة من وإلى الفريق المنافس. ورغم تحسن الهجوم ارتكبنا بعض الأخطاء الطفيفة التي كلفتنا رغم كل شيء الكثير، والتي استغلها فريق نيجيريا خير استغلال لصالحه بطبيعة الحال. أصبنا بالإحباط، ولكن لم تهتز ثقتنا في مهاراتنا وقدرات اللاعبين، ولا يسعني في النهاية سوى أن أهنئ نيجيريا على هذا الإنجاز الكروي. إنها طبيعة كرة القدم وعلينا أن نقبل بها بشجاعة رغم صعوبة ذلك، ولن نلتفت إلى ما حدث. ارتكب بعض اللاعبين أخطاء طفيفة في الدفاع، ولا داعي أن أركز على الأخطاء، فالفوز والخسارة أمور تؤثر على الفريق كما عين.